بدل ما عقدته أنا اللي كان يعني فقع فقع حسين تحت نظرة دموع هيك خالي الزلمة زي هيك سريب بحكي لي راح يعني ليت كثير كان متأثر جد. دمار البيت وتخريب البيت انتقام للشهيد ولأهل الشهيد. أهل الشهيد إخوان الشهيد اللي بيستخدموا هذا البيت وكانوا عايشين فيه عبارة عن أطفال، معظمهم أطفال. هذا البيت كان يأوي أطفال. الانتقام ضد الأطفال سياسة مش راح تجدي، خصوصا مع الشعب الفلسطيني. والحمد لله رب العالمين صابرين وصامدين في هالوطن. جنة 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 اسلم يا وطننا.